المينرال القليل او البروتين القليل، لانه الاميون سيستم عباره عن بروتينات. الاميون سيستم الانتي بودي عباره عن بروتين، الكومبلمنت راح يجينا الشرح مالته عباره عن بروتين، الانترفيرون او ذن الاشياء اللي يستخدمها الجسم اجينست فيروس او اجينست بكتيريا اجينست باراسايت، هي كلها عباره عن بروتينات. شنو وظيفة الاميون سيستم؟ مثل ما قال زميلكم، اول ديفنس اجينست مايكروب، اثنين ديفنس اجينست ذا جروث اوف تيومر سيل. يعني احنا فقط مثلا نفكر بالاميون سيستم والاميون ريسبونس الاستجابة المناعية، فقط عندنا مايكروبات؟ مو مايكروب عندنا فقط، عندنا مثلا تيومر سيل. هاي التيومر او المالجنان سيل او خلايا الكانسر هي نفسها تعتبر خلايا غريبه، يعاملها الاميون سيستم معامله الجسم الغريب، يجب القضاء عليها فما يخليها تنتشر. لذلك التيومر او الكانسر هو مايكروب مو مايكروب، يعامله معامله الجسم الغريب. اثنين عندنا احنا خلايا بداخل الجسم، هاي الخلايا اللي بداخل الجسم الواي بي سي ار بي سي لها فتره معينه وتموت. زين هاي الخلايا الميته وين تروح برايكم؟ من اللي ياخذها لمكانات ال يعني مكانات الهضم، مكانات اللي نتخلص من الفضلات، مكانات اللي نتخلص من كريات الدم، الحمر اذا ماتت وين تروح ومن اللي ياخذها؟ اللي ياخذها عباره عن خلايا الماكروفاج، والانتيبودي ممكن ياخذ هاي الخلايا الميته وياخذ الخلايا البيضاء الميته والخلايا الحمراء الميته. الاميون سيستم وظيفه من وظائفه هو تنظيف الجسم من الخلايا الميته. زين الاميون سيستم عباره عن اورجانز وسيلز ومولكيولز. من الاورجانز اللي هي شنو؟ التون سيلز. شنو هي التون سيلز؟ شنو التون سيلز؟ حتى لا مسج تون سيلز. شنو التون سيل؟ لوزتين. زين هاي اللوزتين شنو وظيفتها برايكم؟ شنو وظيفة اللوزتين برايكم؟ منو ما عنده لوزتين بيكم؟ شنو وظيفة اللوزتين؟ ليش ساكتين؟ شنو الموضوع؟ دكتور ممكن تنتج الوايت بي سي؟ يعني انتاج الوايت بي سي من البون مارو، من النخاع العظم. شنو وظيفه اللوزه؟ دكتور تعتبر خط دفاع اول بالجهاز المناعي وتمنع من دخول الميكروبات والبكتيريا للفم. احنا من نحكي الفيرست لاين ديفنس ديفنس، يعني الخط الاول للدفاع، يعني اعتبرنا انه السكين. هذا التونسيل احنا داخل الجسم، فعباره عن فلتر او شبكه. هذا الفلتر او الشبكه يسوي ترابنج، شنو؟ تلتصق بالمايكروب، ومن خلال الخلايا اللي موجوده تلتهم المايكروب بالدرجه الاولى. لكن اذا زاد العدد مال المايكروب، كان يكون فيروس كان يكون بكتيريا، ممكن ان يدخل ويعبر التونسل. ليش تضخم التونسل يصير اثناء الانفكشن؟ هذا التضخم واللارجمنت هو نتيجه الانجالفمنت، نتيجه الرياكشن اللي يصير. زين عندنا من الاورجانز التايمس توته، مراكز انتاج او ديفرنشيشن المن لللمفوسايت، اللمف نود، السيتلين، الباير باتشز، الابندكس، اللمفاتيك فيزلز، كل ذني البون مارو هن مراكز لإنتاج ومراكز دفاعية ضد المايكروبس. عندنا خلايا مهمة عبرنا عنها بالساعة حكينا الأمر، قلنا اللمفوسايت من الخلايا جدا مهمة بعملية الأميون ريسبونس. عندنا نوعين لا تنسوهم، عندنا T لمفوسايت وعندنا B لمفوسايت.
ذني إضافة إلى الناتشرال كيلر سيل. إحنا بالليمفوسايت بعد شوي جينا بالتفصيل مالت المحاضرات اللاحقة. الليمفوسايت بيها تي ليمفوسايت وبيها ليمفوسايت وبيها تي ليمفوسايت بيها نوعين بيها سايتوتوكسيك وتي هيلبر وهكذا. بس إحنا نحكي بالعموميات. أنت إذا تريد تتفصل تدخل على كل وحدة ممكن مصادر عديدة تحصل على هواي معلومات. بالمجمل التي لمفوسايت والبي لمفوسايت والناتشرال كيلر سيل والمونوسايت والماكروفيج والجرانيولوسايت ذني من الخلايا المهمة جدا في الاميون سيستم. حكينا الاورجان، حكينا السيلز، نجي على اليمن على المولكيولز. المولكيولز هي مو سيلز ولا اورجانز، هي عبارة عن مواد بروتينية. منو هي؟ الانتيبودي، الكومبلمنت، السيتوكين، الانترلوكين، الانترفيرون، ذني المواد والمولكيولز اللي هي مواد بروتينية تساهم في قتل الميكروبز وتساهم في تحليله وتساهم بعملية توجه الخلايا الدفاعية إلى مكان الإصابة. هنا سبق وان قلنا انه specific mechanism وعندنا non-specific mechanism. non-specific defense mechanism يعني هذا الديفنس او هاي الخطوط تشتغل بغض النظر عن الفيروس اللي جاي او عن البكتيريا اللي داخله او عن التوكسين. يعني مثلا first line of defense، اولا skin، mucous membrane، secretion of skin on the mucous membrane، هذا الخط الدفاعي الاول. The second line of defense ايش عندنا؟ الفاغوسيتيك وايت بي سي، وايت بلاد سيل، انتي مايكروبيال بروتين، الانفلاماتوري ريسبونس. الخط الدفاعي اللي متمثل ثيرد لاين اللي هو يعتبر سبيسيفيك ديفنس ميكانيزم هو بتدخل الليمفوسايت والانتيبودي. يعني الليمفوسايت والانتيبودي هو الخط الدفاعي الثالث بعد دخول الفيروس او البكتيريا او الانتيجين من الخط الدفاعي الاول. عندنا نوعين من المناعه، النت اميونيتي واكوايرد اميونيتي. زين، شنو الفرق بيناتهم؟ من يقول لنا شنو الفرق بين النت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي؟ خلينا نحدد الاسماء ما دام انتم ما تجاوبون حتى اشوفه اولا جاي قاعد حاضر نايم قاعد على غرفتكم. زين، شنو الفرق بين النت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي؟ اختار اسم من اسمائكم لو احد يجاوبني شو تقولون. دكتور الاول يعتمد على على الآلية بعد الإصابة، الآليات اللي تتكيف بعد الإصابة. بعد الإصابة هو acquired، هذا الأكوايرد. أما الأول يعتمد على الآليات الموجودة قبل الإصابة. قبل الإصابة يعني الخطوط الدفاعية الأولى. أما الثانية الأولى الآليات تتكيف بعد الإصابة. تتكيف بعد الإصابة. زين، يعني احنا هسه نقدر نقول انه هذا الاميون سيستم، عفوا نور، هذه الانيت اميونيتي موجوده منذ الولاده. ايه نور تقول موجوده من الولاده. الاكوايرد هو ما يمكن اكتسابه بعد الولاده. بالضبط، هذا احنا نقصد اكوايرد اميونيتي وانيت اميونيتي. الانيت اميونيتي هي موجوده من اليوم الاول وتستمر الى النهايه. يتم التعامل معها بواسطة الخلايا اللمفاوية، هاي الأكواير أكثر شيء. الأكواير وهنا تكون الإنت اللي الأولى الخط الأول راح يكون الاستجابة للمناعة. يعني تكون استجابة للمناعة، هسه راح نوضحها أكثر. تمام، يعني أنتوا بالنسبة لكم عندكم النت أميونيتي،
ان ولدتوا عمركم يوم. الانت اميونيتي اللي عندكم شنو هي؟ اولا سكن، ماكو واحد انولد بدون سكن. السكن خط الدفاع الاول. اثنين تيرز على شكل مولكيولز، تيرز الدموع. ثلاثه الميوكس. زين، هلن كلهن موجودات على السكن او موجودات خط دفاعي اول، هاي من ولادتك. زين، هذني بيهن انتي بودي لو ما بيهن انتي بودي؟ لان كميونيتي ما بيهن انتي بودي. الانتي بودي امتى يجي برايكم؟ في اي حاله يجي الانتي بودي؟ شلون نحصل على انتي بودي؟ اجسام مضاده، كيفيه حصولنا على الاجسام المضاده او كيفيه اكتساب الاجسام المضاده باي طريقه؟ مو مشكله، انا في حاله التحفيز. صحيح، شلون يتحفز؟ حاله التحفيز ما صوتك مو واضح. يعني هنا أنا آية تقول في حالة التحفيز بين أنتي جينز. زين، في حالة التحفيز عن طريق الأنتي جين مع اللمفوسايت. صحيح، هذا الكلام صحيح، أنتي جين ويا اللمفوسايت. زين، هاي شلون تصير؟ احنا شو نقول؟ نقول الأنت أميونيتي عبارة عن اميونيتي موجودة في داخل، يعني على مثلا سوبرفيشال الخط الدفاع الاول، النت اميونيتي موجودة على شكل البي اتش الامعاء للمعدة. يعني واحد مثلا حامضية في المعدة، اكو واحد معدته مو حامضية؟ زين، ماكو. اذا حامضية المعدة مو تشتغل على هضم الطعام فقط، وانما تشتغل ضد الميكروبس، فهو بكل الاحوال هي موجودة. كل الاحوال حامضيه المعده هي موجوده. زين، اكو واحد يمشي ودخلت بعينه حشره وما دمعت عينه؟ من النادر جدا انه هاي الحاله تصير. عند ما يدخل جسم غريب الى العين تفرز ماده اللي هي الدموع. الدموع شنو عندها؟ الدموع عباره عن مواد ملحيه، مواد لايسوزوم، انزيمات تقوم بحل الجسم الغريب اللي دخل للعين. زين، هذا الجسم الغريب اللي دخل العين وصار الدموع مرة ثانية من يدخل، تصير نفس الحالة لو ما تصير نفس الحالة؟ تصير نفس الحالة. يحتاج لقاء لمفوسايت وانتيجين لو ما يحتاج؟ ما يحتاج. بالأنت اميونيتي ما تحتاج إلى أنه جسم متعرف عليه سابقا أو ما متعرف. بكل الأحوال الدموع تفرز، بكل الأحوال اللعاب يفرز، بكل الأحوال حامضية المعدة موجودة، بكل الاحوال التعرف موجود، ما يحتاج انه تعرف على الانتيجين سابقا ام لا. هذه شو نسميها؟ نسميها النيت اميونيتي، ما تحتاج الى اكتساب. بالاكوايرد اميونيتي، بالاكوايرد اميونيتي المناعه المكتسبه، ايش راح يصير عندنا؟ كل ما يحصل عليه الجسم من انتيبودي هو نتيجه لشيئين. شنو الاشياء اللي نحصل بها على انتيبودي بداخل الجسم؟ منو اللي يجاوب؟ هذا سؤال، كيفية حصول الجسم على الانتيبودي، شنو الطرق حتى نحصل بها على انتيبودي؟ احسنت آية، الإصابة المسبقة. يعني هاي نكون واحد عنده انفكشن. زين، هذا الانفكشن نعم استاذ، يعني اذا جسم اذا تعرض الى مثل عدوى من يعني مرض والجسم يقاوم هذا المرض، مو راح يكون عنده جسم يكون عنده اجسام مضاده الى هذا المرض؟ صحيح، يعني صح صح. هذه الحاله حتى يتكون الجسم اجسام مضاده عن طريق الاصابه نسميها ناتشرال اميونيتي لو ارتفيشال اميونيتي.
إصابة الشخص نفسه ممكن أن يعطينا أنتيبادي. أنا سؤالي أنه الإنفكشن ناتشرال أميونيتي لو أرتفيشال أميونيتي لو صناعية؟ ناتشرال دكتور، الشخص نفسه ناتشرال. ناتشرال موسى صحيح، أنت اللي ساعة موجود والآن موجود ناتشرال، يعني واحد جاي يمشي بالسوق وواحد عطس بوجهه وانتقلت عن طريق الهواء ودخلت الهابي، شو نسميها هاي؟ ناتشرال انفكشن لو واحد اجى ودخل سبراي وسوى عنده نفسه انفكشن، انا اسميها ناتشرال لانه شنو؟ انتقلت بالحاله الطبيعيه، عطس، رذاذ، استنشاق، انفكشن. زين احنا نسميها ناتشرال انفكشن to obtain antibody، حصل على antibody، هاي الأجسام المضادة ضد هذا الفيروس أو البكتيريا اللي أخذت. زين. مثال على أنه artificial acquired immunity، شلون؟ أو نبقى بالnatural. Natural acquired immunity. مثال عليها شلون؟ شنو؟ غير الإصابة. Natural، غير الإصابة. يلا عباس احمد قاسم بريس ميلك والفريق متاسين تكون يعني شو تقولون كلامه صحيح؟ يعني واحد يحصل على انتيبودي بدون اصابه شلون؟ وبشكل طبيعي مو ارتفيشال. عباس موجود؟ قاسم، احمد رحمن، لا مو من خلايا الدم التالفة، آمنة، أبرار، حسين، منذر، حنين، رفر، نايمين قاعدين. دكتور هو ناتشرال يكون عن طريق الام يعني ناتشرال بالضبط، ناتشرال ناتشرال اكوايرد اميونيتي عن طريق الام، شلون؟ عن طريق المشيمه، عن طريق المشيمه، شلون طريق المشيمه؟ منين يجي؟ ينتقل الانتيبودي من الام عن طريق المشيمه. هسه الصوت واضح؟ صوت واضح؟ نعم الصوت استاذ واضح كلش. زين ينتقل عن الانتيبودي عن طريق المشيمه لمن؟ للطفل. زين النقطه الثانيه ينتقل عن طريق البريست فيدنج عن طريق الحليب بالنسبه للام من تنطي للطفل. ذني شنو؟ ذني ناتشرال ناتشرال اكوايرد اميونيتي. نجي على الارتفيشال acquired immunity. موسى لا تجاوب. artificial acquired immunity يعني الحصول على الانتيبودي من خلال شيء صناعي. اعطوني امثله. يعني دكتور عن طريق اللقاح؟ بالضبط عن طريق اللقاح. artificial عن طريق اللقاح. يعني اللقاح ندخل فيروس او بكتيريا او كذا بحيث نحصل على انتيبودي. زين. artificial اخر. حتى نحصل عن انتيبودي، شلون نحصل انتيبودي؟ عن طريق ارتفيشال. سيرم، ايش نقصد به سيرم؟ والمن ننطي؟ يلا موسى اذا عندك جواب. دكتور هو السيرم بالجسم الانتيبودي وننطيه مثلا الحالات الرايبيز داء الكلب او اكو حالات وايم. احسنت. اللي قلنا عليها سابقا انه ننطي انتيبودي مباشره انتيبودي بالضبط للقزاز او حالات الاصابه بداء الكلب او كذا. زين عندنا هسه مثال حي جدا واضح هو اعطاء انتيبودي للمرضى. وين شفتوها بيا مرضى اعطاهم انتيبودي؟ كورونا دكتور. COVID-19 infection اي كورونا
كورونا فيروس جاي ناخذ احنا بلازما من شخص مصاب سابقا عنده انتيبودي سبيسيفيك خاص لمن للكوفيد 19، ناخذ من عنده بلازما وننطي لمن للشخص المصاب. شو نسميها هاي؟ نسميها اكواير، يعني ارتفيشال اكواير اميونيتي، يعني نقوي الجهاز المناعي من خلال الانتيبودي. هسه صار عندكم واضح انه الانت اميونيتي شنو؟ يعني الانت اميونيتي بها اكواير لو ما بها اكواير؟ الانت اميونيتي بها اكواير اكتساب. دكتور هو الانت غير هو فطري، يعني شلون بيكتساب؟ بالضبط. هل تمني يجيك السؤال ما بيها مجال للنقاش، ماكو اكواير بي. سكن سكن، بي اتش معده بي اتش معده، دموع دموع، سكريشن سكريشن، خلاص مو قلنا من بدايه الخليقه الاكواير هو عن طريق الانفكشن، عن طريق اعطاء انتيبودي، عندنا ناتشرال وعندنا ارتفيشال. زين هنا عندنا الفاجوسايتوسيس. الفاجوسايتوسيس هي عملية is the process by which particulate substance such as bacteria are ingested by the phagocytic cells and destroys. هذا باختصار أنه الفاجوسايت سيل عبارة عن خلايا تسبب لنا التهام للميكروب. الخلايا هي خلايا النيتروفيل، خلايا المونوسايت اللي يكون اهم ما يكون بعمليه الفاجوسايتوسيس. الفاجوسايتوسيس اربع خطوات اللي هي الاكتيفيشن، كيموتاكسيس، اتاتشمنت اند انجستشن. هذا الرسم التوضيحي راح يكون جدا واضح من ناحيه الفاجوسايتوسيس. قلنا المونوسايت بداخل البلاد نسميها مونوسايت، لكن بالداخل التشو نسميها ماكروفاج، واللي هي بالليفر نسميها كفر سيل، والهيستوسايت وين؟ بالكونكتيف تشو. طبعا بالمناسبه يعني شرحنا السابق بالفيديو قلنا الادابتيف اميونيتي بالسكند لاين ريسبونس تكون بعد الاصابه الثانيه تكون اكثر سرعه من الاصابه الاولى. ليش اكثر سرعه؟ من يعطيني اجابه؟ ليش بالادابتيف اميونيتي بالاصابه الثانيه يكون الاستجابه المناعيه اكثر سرعه؟ ليش بالاصابه الاولى يحتاج لثلاث ايام اربع ايام يلا يتكون رياكشن معين والانتيبودي يتاخر بالانتاج؟ لأن جهاز المناعة تعرف عليه على هذا المرض، صار عنده أجسام مضادة. زين الأجسام المضادة أنا سبق أن سألت السؤال بالمحاضرة لزملائكم، الأجسام المضادة ورا سنة تروح ما تبقى، سنة سنة وشوية ما تبقى، وإجت الإصابة الجديدة وما عنده أجسام مضادة، ليش يصير أسرع؟ لأن هو أصلاً جسم المناعة يعني تعرف على هذا المرض حتى إذا راحت الأجسام المضادة. يعني شلون يعني شو يسوي؟ من تدخل مره ثانيه شو يصير؟ يعني كلمه ادق وكلام صحيح بس اريد شويه تكون قريبه. تكون راسا اجسام مضاده يعني. وهي راسا تكونت بالبدايه وخلصت، وبعدين ليش تكونت راسا اجسام مضاده؟ بسبب شنو؟ عافيه عافيه لمياء، بسبب الميموري سيل. ميموري سيل خلايا الذاكره، نسيتوها؟ احنا قلنا اكو خلايا تنتج انتيبودي، وخلايا ايش بيها؟ بيها ميموري سيل، خلايا الذاكره. هاي خلايا الذاكره تبقى موجوده حتى 100 سنه. 100 سنه، اول ما يدخل الانتيجين خلايا البي سيل اللي هي ميموري، خلايا التي سيل ميموري راح تتذكر الكوفيد 19. مثلا هسه اعماركم تصير ان شاء الله بال 2050. بال 2050 يصير اعماركم مثلا 50 سنه او 40 سنه، يجي كوفيد 19 صاحبنا هذا بعد 20 سنه ينصاب به الشخص،
ايش ينتج ضده؟ اجسام مضاده لمن؟ ضد الكوفيد 19. ليش؟ مثل ما قالت غدير، لان كل خليه صار عندها تصور لانتيجين معين حتى تنتج انتيبودي معين، حتى اذا بعد 50 سنه. واضح؟ زين. فتكون الاستجابه المناعيه بالاصابه الثانيه اسرع. الاستجابه المناعيه بالاصابه الثانيه تكون اسرع. بالمناسبه ناتشرال كلر سيل هي خلايا موجوده جرانيولار لينفوسايت ان اميون سيرفيلانس. شنو نقصد بالاميون سيرفيلانس؟ يعني الرصد المناعي. هاي الناتشرال كلر سيل من الخلايا المهمه جدا في رصد الميكروبات. اثنين، تشتغل سيتوتوكسيك ايضا على شكل سمي لقتل الفيروسات. طبعا انتاجها من البون مارو نسبتها 10 الى 15% لينفوسايت. شغلها تشتغل ضد البكتيريا الفانجر وكذلك ضد الكثير من الفيروسات. سبق ان قلنا الناتشرال انفكشن تعطينا اكتف اميونيتي عن طريق الانفكشن العادي، والباسيف عن طريق البريست والبلاسينتا، الارتفيشال عن طريق الفاكسين او الليف او اللايف او الكيلد او البروفايد انتيجين فاكسين، والباسيف عن طريق الاميون السيرم اميون او اميون سيل. ايش نقصد باميون سيل؟ يعني عرفنا انه واحد ننطيه انتيبودي. زين، اكو واحد ننطيه خلايا؟ دكتور يعني مرات يصير نقل عضوي يعني من الشخص الاخر. بالضبط، هو مرات يصير انه خلايا ممكن ان ينقل له وايت بي سي، ينقلوا له صفائحات دمويه. زين، ممكن ان ينطوا عباره عن سيلز، خلايا ممكن ينطوا خلايا لتعويض النقص، خاصه جماعه الهيريديتري اميون ديفيشنسي، خاصه مثلا اكو ناس عندهم الخلايا البيضاء، واحد ذاك اليوم عنده 500 خليه بيضاء. شلون نعوضه؟ نعطيه خلايا بيضاء اللي عنده مشكله بالبون مارو. هاي المخططات هي توضيحيه اكدت عليها انه الماكروفاج يلتقي بالانتيجين وهكذا حتى يعطينا انتيبودي. عندكم سؤال؟ عندكم سؤال على الامر والموضوع؟ من اللي عنده سؤال شباب حتى ننهي المحاضره؟ ان شاء الله نلتقي في محاضرات لاحقه باذن الله. اذا اي واحد عنده سؤال منكم او من غيركم، حتى اذا سؤال خارجي يخص المناعه مثلا، يخص مرض معين، نقدر نتعاون على الجواب باذن الله. ايه عبد القادر دكتور، بس السؤال اللي قلت لنا عليه، السؤال انه طفل حديث الولاده، قلنا احنا اي شيء يدخل للجسم يعتبره غريب. زين، ليش الحليب ما يعتبره جسم غريب؟ لماذا لا يعتبر الحليب جسم غريب يدخل الى معده الطفل؟ شنو السبب؟ زين دكتور، شلون نجيب لك الجواب؟ وين دز على كلاس لو عدت لي لوين؟ على الكلاس، على التليجرام، على الكلاس افضل. يعني شلون التعليق لو انت تنزلنا مهمه؟ انا انزل لكم مهمه، اللي يريد يجيبها على التليجرام او اللي يريد يجيبها انا راح انزل لكم مهمه ان شاء الله. اوكي دكتور، شكرا. يا اهلا وسهلا. دكتور جوابه لانه هو حليب الام هو اصلا يقوي مناعه الطفل؟ هذا منتهي منه. انت دائما تحكين بالوظائف، ما ادري ليش تروحين قبل على الوظيفه. احنا نريد السبب. ان شاء الله نبحث عليه ونجيب الجواب. اي سهل، جوابه سهل بسيط.